يعد السجن المركزي بالقنيطرة أحد أشهر السجون المغربية بلا منازع على المستوى السياسي بسبب عدد المعتقلين السياسيين الذين مروا منه رغم مناعته ورغم مناعة جدرانه. شهد أكثر من عملية هروب من أشهرها تلك التي تمت عام 1955 وأخرى في شهر أبريل 2008. تمكن 9 من المتورطين في قضايا الإرهاب من الهروب، وعملية مماثلة خلفت هروب بارون المخدرات محمد الطيب الوزاني المعروف باسم النيني، ليس عن طريق الحفر بل خرج في سيارة قبل أن يجري توصيله إلى من كانوا ينتظرونه على بعد أمطار من السجن المركزي. في عملية الهروب الجماعية التي قادها ملك الدماء كما أسمته الصحافة المغربية والأجنبية وهو عبد الهادي الذهبي المحكوم بالإعدام، والذي يعد من أخطر العناصر المتورطة في قتل عدد كبير من رجال وأعوان السلطة، وأيضا ملقب بملك الدماء. ثم عبد الله بوغمير محكوم بالإعدام، زعيم الانتحاريين الذين نفذوا تفجيرات الدار البيضاء والتي خلفت 60 قتيلا، وهشام العالمي المحكوم بالمؤبد، والإخوان كمال شطبي وأحمد شطبي الذي سبق أن التقي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في معسكرات أفغانستان عام 2001، والمدانين بعشرين سنة، ومحمد مهيم المحكوم بالمؤبد، وحمو الحساني ومحمد الشاذلي المحكومان بالإعدام من الفرار بشكل جماعي بعد أن حفروا نفقا طوله 22 مترا على عمق 3 أمتار وبعرض 0.65 مترا. تمكن الهاربون من التسلل إلى خارج أسوار السجن بعد أن حفروا نفقا بطول 30 مترا يؤدي مباشرة إلى حديقة منزل مدير السجن ليقفزوا بعد ذلك السور ويصبحوا أحرارا، وليخلفوا وراءهم رسالة ختمت بعبارة المعذرة عن الإزعاج وأزيادة من 50 كيسا مملوءا بالأطربة التي خلفتها عملية الحفر، مما جعل الأجهزة الأمنية تعزز وجودها على الحدود المغربية، ونصبت حواجز أمنية في مداخل مختلف المدن المغربية خوفا من تسللهم نحو الخارج. فقد حلق الفارون لحاهم داخل السجن قبل الفرار، متحينين الفرصة الملائمة لركوب قوارب الموت بهدف العبور إلى الضفة الأخرى، مشيرا إلى أن القاسم المشترك فيما بينهم هو أنهم يشكلون جميعا أدوات تنفيذية داخل جماعات إرهابية، إذ سبق أن كان بعضهم وراء جرائم قتل همت رجال السلطة. ويعتبر عبد الهادي الذهبي المحكوم بالإعدام يعد من أخطر العناصر الفارة، وهو الذي دبر عملية الهروب الجماعي من سجن القنيطرة رفقة الأخوين الشطبي، وهم أيضا من المدبرين للخطة، وكانوا قد ذهبوا إلى أفغانستان وتم تدريبهم هناك، في حين يعد هشام العالمي المحكوم بالمؤبد من العناصر النشيطة في مجال الاستقطاب والتنفيذ. أما كمال الشطبي المحكوم بالسجن 20 عاما، سبق أن التقى ما بين سنتي 2000 و2001 زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في معسكرات المغاربة بأفغانستان، والتي قدم لها من إسبانيا قبل أن يعود إلى المغرب حيث ألقي عليه القبض. بعد حادث الهروب كما في السلسلة الأمريكية بريزون بريك، وما خلفه هروب 9 من المعتقلين صخبا إعلانيا ومتابعات إعلامية كبيرة وجماهيرية بسؤال كيف حفروا النفق ومن ساعدهم وماذا كانت الأجهزة الأمنية
في الوقت الضائع من شوط الفرار الجماعي تفعل. تجندت الأجهزة الأمنية بكل مؤسساتها المختلفة، وتم اعتقال محمد شطبي بحي المحيط بمدينة الرباط، وقيل عنه وعن أخيه كمال أنهما سبق أن زار أفغانستان وتدرب على حفر الخنادق بمعسكر الفاروق الذي أقامه تنظيم القاعدة لاستقبال المجاهدين العرب. كما اعتقل كل من حمو الحساني وعبد الله بوغمير بقرية سخينات ضواحي فاس. وكشفت المصادر لجريدة الصحراء المغربية أن الغرفة التي كان يكتريان توجد في نفس المنزل الذي كان يقطنان فيه كل من محمد وكمال شطبي قبل اعتقالهما. واعتقل كل من عبد الهادي الذهبي المحكوم بالإعدام رفقة محمد شادلي وكمال الشطبي بأحد أحياء مدينة سلا دون ذكر اسم الحي الذي اعتقلوا به. وكذلك طارق اليحياوي المتورط رفقة مجموعته في قتل رموز من السلطة من بينهم رئيس قسم الشؤون العامة بعملة مكناس، العياشي الصديقي، ثم قتل الدركي عزيز أشيح، والمقدمين تهامي الخليفي وأقجو، إلى جانب قتل المواطن اليهودي إلي أفريا. وقد تمكنت فرقة أمنية التدخل قبل أن يسلم نفسه بمدينة مكناس. بعد إعادة المحكمة خاض المعتقلون مجموعة من الإضرابات لتحسين أوضاعهم كانت تجابهها المؤسسات السجنية ببلاغات مضادة في لعبة شد الحبل بين المعتقلين دعاة الإسلام السياسي والمؤسسة السجنية. تم تفريق المعتقلين نظرا لخطورتهم في سجون مختلفة بلا المغرب، وتم ترحيل عبد الهادي الذهبي الذي ترك خلفه طفلين عدة مرات من السجن المركزي إلى السجن تولال 2، وتم ترحيله سنة 2015 من سجن سطات إلى سجن مولبرغي بأسفي حاملا لرقم الاعتقال 16142. كما طالبت والدته تودة الفلاح التي توفيت في 25 يناير 2019 بشكايات متعددة تقريبه من الدار البيضاء محل سكناه أو من القنيطرة وإجراء عملية جراحية لرجل ابنها المريض دون أن تتحقق أمنيتها. وتنقلت صحف مغربية وأجنبية أخبار عن مرض بعضهم، أن محمد شطبي تم نقله إلى معتقل تمارة حيث أصيب بلوتة في الدماغ وانهيار عصبي. تتناسل الحكاية والقصص الكثيرة عن حكاية أشهر فرار جماعي، فهل ستتحول ذات يوم إلى مسلسل أو فيلم مغربي مع كثير من التفرعات والبحث في نقط الفراغات البيضاء؟ من كان الرأس المدبر للعملية؟ أم كانت فقط مجرد فقاعة إعلامية لتغطية الكثير من الأحداث؟ عام 2008 عام الأزمة الاقتصادية العالمية بامتياز وما خلفت، فماذا كان المستور إذن؟ كان معكم عبد الله الثورة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.